يوما بعد آخر ينتظر المئات من أهل المخفيين قسرا في عدن لحظة الإفراج عن ذويهم المخفيين في السجون السرية التابعة لقوات الحزام الأمن المدعومة من الإمارات. هنا وفي جلسة استماع نظمتها مؤسسة الدفاع للحقوق والحريات، تحدث بعض أهالي المخفيين قسرا عن حالة الألم التي يعيشونها بسبب استمرار إخفاء أهاليهم لمدة تجاوزت 3 سنوات، مؤكدين بأن القانون يسمح باحتجاز المتهم على ذمة التحقيق 4 أيام فقط. حالة يأس بات أهل المخفيين قسرا يتعايشون معها بعد أن طرقوا كل الأبواب للمطالبة بالإفراج عن ذويهم، وهو أمر لم يلقى استجابة تذكر حتى الآن. رئيس مجلس القضاء وجه نحن للنائب عن طال هذه إجراءات رسمية. رحنا خلاص أنا بنمشي كمان بطريقة رسمية، رحنا من التوجيه من رئيس القضاء العام إلى النائب العام رسالة لهناك، وجه أو النائب العام أخذ كل الأسماء المخفيين والمعتقلين وخلص إجراءات، والنائب العام حول نحن إلى المحكمة الجزائية، والمحكمة الجزائية أخذت إفادات نحن ومن يعني كل ما حصل في الواقع لحد الآن ما فيش إيش الخطوة اللي بعدها. رئيس مؤسسة الدفاع للحقوق والحريات قالت إن الجلسة جاءت بناء على مطالب من أهالي وذوي المعتقلين والمخفيين قسرا للمطالبة بالكشف عن مصير أولادهم وتقديمهم إلى المحاكمة إذا ما ثبت ارتكابهم جرائم تخل بالقانون. نجل المخفي قسرا في سجون أمن عدن زكريا قاسم أكد أن الأخبار التي يجري تداولها منذ أيام عن وفاة والده تحت التعذيب ضاعفت آلام والدته وأسرته، خاصة مع استمرار صمت الجهات المعنية. لم نلمس أي تجاوب أو أي حل، ومن ثم ذهبنا إلى وزير الداخلية أحمد الميسري ووجه بورقة إلى شلال مدير الأمن، ولكن لا يوجد أي حل أو أي تجاوب لهذه الأوراق. ذهبنا إلى المنظمات الحقوقية، منظمة كرامة. رابطة أمهات المختطفين في عدن أكدت من جانبها استمرار الوقفات الاحتجاجية وبوتيرة عالية للضغط على الجهات المعنية للكشف عن مصير المخفي زكريا والإفراج عنه، داعية الحكومة الشرعية ووزارة الداخلية وإدارة أمن عدن والمنظمات الحقوقية إلى مساعدتهم والتخفيف من معاناتهم في الكشف عن مصير ذويهم المخفيين.